اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات عروض البيع. ده يا جماعه مجموعه حمام عباره عن 9 زغاليل، حاجه بسم الله ما شاء الله. منهم 4 ابلق و3 زواجل وواحد حلب. هم 9 زغاليل يا جماعة، سعرهم 1350 جنيه. في نقطة يا جماعة عايز أتكلم فيها، يا ريت يا جماعة اللي مش قد كلامه ما يحجزش حمام. موضوع الحجز ده يا جماعة هو في حال أنت لو هاخد منك حمام هاخده منه بكرة، ورحت أنت ما عندكش الحمام بتقول إن أنا نصاب وضحك عليا، لكن أنت ما تحجزه بالشهر وصاحب الحمام بيكلمك يقول لك مش تاخد الحمام، تقفل التليفون بتاعك، يبقى اسمه شغل عيال. الراجل اللي يتكلم يبقى قد كلمته وما كانش بيتكلمش. الحمام ده يفضل محجوز اكتر من شهر ولا حاجه. الراجل يتصل عليه ولا حد رد ولا حد عمل حاجه. طبعا ده مش كويس. يعني لما انت تقول انا هاجي اخده منك اخر الشهر، والراجل يكتر خيره ويقول لك ماشي إيه عشان خاطر الراجل صاحب القناة وكده خلوك لآخر الشهر، وترجع أنت آخر الشهر ولا حس ولا خبر. حتى المفروض لو حصلت ظروف تعتذر له، تقول أنا مش هعرف أجي أتصرف فيهم، يبقى شكلها أحسن من كده يعني. لكن بلاش شغل العيال ده يا جماعة. ده كان الفيديو بتاعنا يا جماعة النهاردة، ويا ربي يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.